Good morning, everyone. I hope all of you are fine and have a good health and a good time at home with your families. مرحبا للجميع. معكم الست إنعام، مدرسة اللغة الإنجليزية للصف السادس إعدادي في ثانوية الأقصى الأهلية للبنين. إن شاء الله راح أنطيكم محاضرات تكملة اليونت 5 بين ما 6 ساعة إن شاء الله تشافه وترجع تكمل وياكم مدرستكم. Today we have lesson 4 of unit 5. اليوم راح يكون عندنا lesson 4 المحاضرة الرابعة من الوحدة الخامسة. The title of this unit: You'd better wash it first. من الأفضل أن تغسله أولا. I want you to open your student book on this page على lesson 5. شباب تفتح كتابك وياي على lesson 5. العفو lesson 4 unit 5. We have a dialogue here. We will read it and after that we will match the problems with the reasons. راح نقراها بعدين راح نوصل المشاكل مع الحلول مالتها. انتو المطلوب من عندكم شباب تحلوها بالدفتر ان شاء الله وتدزولي الواجب على الخاص. Here we have Maryam and her brother Khalid are cooking. Listen and read. Then practice the dialogue. We have Narmin. Oh no, I've put too much salt in the stew. What shall I do? عندنا هنا وضعت يعني تقول لنا انه وضعت الكثير من السولت اللي هو الملح in the stew في الحساء. What shall I do? شنو الحل؟ شنو ممكن انه تعالج هاي المشكلة؟ خالد جاوبها You'd better add a tin of tomatoes that is make it less salty. يقولها من الافضل ان تضيفي يعني tin of tomato قوطي من المعجون that make it less salty هذا يجعلها اقل ملوحة. فمريم راح تجاوبه No, perhaps I'd better add some potatoes too. قالت له لا ربما من الأفضل أن أضيف بعض البطاطا أيضا. فأكيد هو من عندنا طعام مالح ما نعالجه بالمعجون نعالجه بالبوتيتا لأن هي تمتص الملح. فخالد قالها good idea. مريم shall I add some yogurt as well؟ هل أستطيع أن أضيف بعض اليوغرت اللي هو اللبن كذلك؟ خالد جاوبها you'd better not. من الأفضل أن لا تفعلي ذلك. It will make the stew go very white. راح يخلي الحساء يصير لونه أبيض. طبعا تخيل شوربة وتخلي بيها اللبن شو يصير؟ فهذه الدايلوج اللي صارت عندنا. هسه راح تكون عندنا some of problems. We will have the reasons of الحلول لهذه problems المشاكل. يقول لنا match the problems with the reasons. أوصل المشاكل مع حلولها. One. This soup is a bit tasteless. هذا الحساء قليلا عديم الطعم. فشنو الحل اللي راح نضيف له؟ هنا مقابلها راح نقول You'd better add some parsley and lemon juice. من الأفضل أن أضيف له بعض البقدونس أو المعدنوس أو الكرافس كلهم يعني ممكن تحل لنا المشكلة. and lemonade lemon juice أو نضيف بعض عصير الليمون أيضا يحل لنا مشكلة التيستلس. تيستلس قلنا معناها عديم الطعم. The second problem: the rice is cold. الرز بارد. فشنو المشكلة راح تكون؟ لا الحل لهذه المشكلة راح تكون I'd better heat it in the microwave. من الأفضل أن نحميه بالمايكروويف اللي هو جهاز التسخين. The third problem المشكلة الثالثة Shall I put some more sugar in the fruit salad؟ هل من الممكن إضافة بعض كمية أكثر من السكر في سلطة الفواكه؟ الجواب راح يكون الريزن الحل لهذه المشكلة A I think you'd better not it's already too sweet. فيكون الجواب انه من الافضل ان لا نفعل ذلك ما نضيف شكر على سلطة الفواكه it's already too sweet لان هي بالتأكيد يعني بالطبع كانت جدا حالية. 4 I'm afraid the coffee is boiling hot. اخشى انه القهوة تغلي.
وتصبح حارة. السي راح يكون الحل من حل المشكلة. You'd better leave it to cool down for a few minutes. من الأفضل أن تتركها حتى تدفئ قليلا لبعض الدقائق. المشكلة الخامسة: I'm starving. Can I make a sandwich? أنا أتضور جوعا. Starving معناها يعني كل جوعان، يتضور جوعا. Can I make a sandwich؟ هل من الممكن أن أقوم بعمل الشطيرة أو لفه؟ الحل هنا راح يكون جي، العفو اي، اللي هو You'd better not. Supper will be ready in 5 minutes. من الأفضل أن لا تفعل ذلك، لأن السبر اللي هي وجبة العشاء will be ready، سوف تكون جاهزة in 5 minutes، ب5 دقائق، يعني بعد 5 دقائق. بعد ذلك عندنا المشكلة الأخيرة: shall I boil the spinach؟ هل من الممكن أن أسلق أو أغلي الاسبانيج؟ الجواب صار سي، you'd better leave it to، العفو، الجواب راح يكون اف، you'd better wash it first it might be dirty. مو رأسا نسلقها، من الأفضل أنه بالبداية نغسلها لأن من الممكن أن تكون متسخة. شباب، هاي المحادثة من عندها راح تلاحظون أنه عندنا فد جملة دائما تكررت أكثر من مرة، يود بتا. هذا الموضوع اللي هسه راح نناقشه قواعديا إن شاء الله. أنت المطلوب من عندك تحل هذه الماتش، يعني match the problems with their response. ننتقل إلى النيو فوكابلاريز اللي موجودة بهذا الموضوع. عندنا كلمة salt اللي هو ملح، هذا يعتبر noun، اسم. ال adjective من عنده تكون salty اللي هو مالح. عندنا كلمة tasteless معناها عديم الطعم، أيضا هذه adjective. عندنا كلمة starving جائع أو يتضور جوعا، كل جوعان. وعندنا كلمة parsley معناها بقدونس. عندنا المايكرويف هو مايكرويف، جهاز التسخين. عندنا كلمة garlic اللي هو الثوم. عندنا كلمة supper اللي هو وجبة العشاء. وآخر شيء عندنا اليوغرت اللي هو لبن الزبادي. ننتقل الآن إلى الجراماتيكال ميثودز، المواضيع القواعدية اللي راح تكون عندنا بهذا الموضوع. عندنا قلنا مثل ما قلنا انه الهاد بتا اللي اختصارها دي وبتا، يعني تخلي بالبداية السبجكت بعدين يبقى بس الدي والبتا. فعندنا تستخدم الهاد بتا لإعطاء نصيحة حول موضوع أو موقف معين، أو لإخبار الشخص ماذا عليه أن يفعل بموقف معين particular situation. يعني ما تريد تنصح شخص، ما تقول له مو يعني تستخدم صيغة الأمرية دو كذا أو دو كذا، هذا راح يصير application. لا، أنت دا تنطي advice، نصيحة. فبهذا الموضوع النصيحة اللي لازم انه حتى تكون اقل حدية او اقل انه مو امرية، راح نستخدم الهاد بتا. فترتيب الجملة راح تخلي بالبداية السبجكت، الشخص اللي راح تنصحه، بعد ذلك راح تستخدم الهاد بتا، بعدها راح تستخدم infinitive verb اللي هو الفعل المجرد. For example I had better to leave now، من الافضل ان اغادر الان. You had better to add some salt in the soup، من الأفضل أن تضيف بعض الملح إلى هذا الحساء. فمثل ما تلاحظون صار عندنا subject had better وبعدها base verb، الجملة اللي قبلها أيضا subject had better وفعل مجرد. عندنا هنا نوت، ملاحظة: يمكن استخدام الصيغة المنفية، يمكن استخدام الصيغة المنفية للصيغة أعلى اللي هي had better للنصح بعدم القيام بعمل معين. مثلا you feel terrible، أنت تشعر بوضعك الصحي مو تمام. you had better not to go to your work، يعني had better not، ما صير you hadn't better، لا، النوت راح نضيفه بعد الهاد better. فجملتنا راح تكون you had better not to go to the work، هذه الحالة النيجاتيف من الهاد بتا. عندنا ملاحظة أخرى اللي هي الهاد بتا تشبه
الهاد بتا تشبه من ناحية المعنى الشذ، لأن الشذ أنتوا أكيد ماخذينه أنه تستخدم to give advice. الهاد بتا كأنما إحنا مستخدمين الشذ، بس كل وحدة مصطلح مختلف، يعني نفس القاعدة، اثنينهم نستخدمهم to give advice لإعطاء النصيحة، واثنينهم نستخدم بعدهم infinitive verb فعل مجرد. وهذا الموضوع الشباب تديرون بالكم عليه، لأن موجود عندكم بالسادس إعدادي بيونت 2 ويركز عليه بالوزاري. عندنا example: you should meet more often. هذه general opinion، بصورة عامة انه لازم نلتقي على الغالب، لكن ال particular situation بموقف معين. we had better meet at 11 o'clock outside the situation. الجملتين بيها advice، لكن بالجملة الأولى استخدمنا should والجملة الثانية استخدمنا الهاد بتا. فشنو صار عندنا الفرق بيناتهم؟ الفرق أنه بالجملة الأولى كانت general opinion، بصورة عامة أنه إحنا لازم نلتقي بشكل أكثر، لكن الجملة الثانية حددنا موقف معين، حددنا وقت. we had better meet، من الأفضل أن نلتقي at 12 o'clock outside the station. يعني هذه هنا صارت عندنا الهاد بتا نستخدمها in particular situation، موقف معين. we should for general opinion. هذا الموضوع القواعد الشباب اللي يخص عندكم هذا اللسن. ننتقل الآن إلى الأكتيفيتي. Open your activity book on lesson 4. We have match. Match the words to the pictures. Write the number 1 to 15 next to the correct picture. عندنا أول صورة الباربيكيو اللي هو فحم الشواء رقم 7. عندنا الكتريك ميكسا خلاط كهربائي اللي هي صورة رقم 3. عندنا لايتر اللي هو جهاز الإضاءة لايت اللي هو صورة رقم 5. عندنا بلاستر اللي هو هذا اللفاف مات الجروح صورة رقم 4. عندنا تي بوت اللي هو ابريق الشاي صورة رقم 12. عندنا تشيركول اللي هو فحم الفحم صورة رقم 8. صورة الصورة رقم ثانية هي يعني هذا الموجود بالمنقل. عندنا فورك اللي هي شوكة هذه رقم 14. عندنا ماتشز اللي هي عيدان الثقاب شخاطة صورة رقم 15. وعندنا ريسايب بوك دليل الطبخ اللي هي صورة رقم 4. سوري ريسايب بوك صورة رقم 9 هذا دليل الطبخ. وعندنا washing up liquid سائل الغسيل، سائل الغسيل هو صورة رقم سائل الغسيل صورة رقم 2. أيضا عندنا cheese grater مبراشة الجبنة صورة رقم 11. عندنا rubber gloves اللي هي هذه الكفوف المطاطية اللي نستخدمها بالغسل والشغل البيت خاصة البنات صورة رقم 10. عندنا الonion اللي هو البصل صورة رقم 13 13. عندنا السينك اللي هو سينك الغسيل صورة رقم 1. وعندنا الود اللي هو الخشب صورة رقم 6. هذا الشباب التمرين مطلوب من عندكم، وهسه الواجب مالتكم راح يكون الـ problems والـ advices بكتاب الـ student. راح تحلوه وأيضا تحلون هذا التمرين. التمرين اللي بعده listening. listen and answer the questions below. هذا التمرين أكيد ما يجيكم بالوزاري، العفو مو بالوزاري، أقصد يعني بالامتحانات، لأن الامتحانات ما بيها listening. if you have any question please ask me and I will answer you. I hope you have a benefit from this lecture. Goodbye and good luck. أتمنى استفاديتوا من هذه المحاضرة، وإذا عندكم أي سؤال شباب سألوني بينما تشافوا مدرستكم إن شاء الله. Goodbye and good luck.